ما عرفتي مين بعت لك هالرسالة؟ ممتاز. مين ممتاز؟ شو بعرفني؟ بعمري ما سمعت باسمه. شو عجاج؟ شو؟ مفكر اني ركبت العروض. فشر بنص عينه، صار مايتك اشرف من شواربه. لك شو فشل امي؟ يلي مكتوب بالرسالة بشي بالراس. هيفاء حبيبتي، انت متأكدة انه ما في شي؟ شي شو؟ شي يلي كاتب الرسالة على اطلاع. انت كمان بدك تشكي ميسون؟ معقولة يعني؟ لك مين ممتاز؟ منين طلع لنا هلا؟ قلتلكم بحياتي ما سمعت باسمه، على شو بدي احلف لك امي؟ يلا رب ضارة نافعة، بركي منتخلص منه لهذا عجاج مالي طايقته. بهالطريقة ماما؟ بهالطريقة؟ شبه هالطريقة؟ اختك شريفة ونحن متأكدين منها، وإذا بده يشك فيها عمره ما يكون. ماما تصوري إجا لعمي ريبان رسالة من نفس النوع، شو بتعملي؟ بأوصه بأرضه. ايه وعجاج نفس الشيء. أمي فهمي إنه ما في شيء من هالشيء، فهمي إني شريفة ومو مثل ما عم بفكر، ما بدي تطلع علي سمع ما بتسوى. ماشي رح فهمه. ولهيفا تعي هون. أكيد ما في شيء من هالشيء. أنت كمان أمي. لك منين هذا البطيخ ممتاز جايب كل هالمعلومات؟ أنا ما بلعب علي. أنا ما بلعب علي. أنا ظهري خشن. أنا ظهري خشن. نلعب إيه؟ نلعب هون. العب كلي نلعب عجل. عفوا ست عفرة، فكرتك هيفا. يعني مو معترف اني انا مرت عمك؟ ولا معترف انه هيفا مرتي اصلا، خلصنا. هلا كله مشان هالرسالة. ما عجبتك الرسالة ولا بدك كان يشوفها بعيني حتى طلق؟ عجل فزلك يا عجاج، يعني معقولة هيفا تعمل هيك؟ مرت عمي. انتي قريتي الرسالة؟ قريتها شو يعني؟ هذا ممتاز كان بزمانه وبين جيراننا. لا! معناتها صحيح هذا الكلام؟ لا. لك شو صحيح يا عجاج؟ هيفاء لسه ما كانت داخلة على المدرسة لما هن انتقلوا من هون، ممتاز أصغر منا بسنة يا حبيبي. حبيبي، معناتها كاتب لها الرسالة من وقت ما كان صغير، ما؟ مجنون يحكي وعاقل يفهم. لا، بس بيكون هلا اتذكر، لأنه نحن بزماننا كنا نمزح ونقول هيفاء لممتاز وممتاز لهيفاء. مرت عمي، من كم يوم ملتقيين بالخرابة. أنو خرابة؟ شو بعرفني؟ هيك مكتوب بالرسالة. على كل حال وينك عجاج؟ اسمع، هيفاء شريفة غصب عنك، إن صدقت أهلا وسهلا، ما صدقت ضب أغراضك ونقطة انتهى. انتهى؟ ضب أغراضي لوين؟ طلق ودور على ناس يحوك غيرنا، اطلع من هذا البيت. أنا رح طلق، بس من هالبيت مالي طلعة، أنا صار لي كذا سنة مستأجر. يعني بدك تعصى فيه؟ أنا عم بدفع لك أجار ولا لا؟ عم تدفع. معناتها مالك شي عندي. اسمعوا يا عجاج، مو انا اللي بينحكى معها هيك كلام، فهمت ولا ما فهمت؟ ابهد لك بهدلت الكلب الاسود بعدين، وما بيكون اسمي عفره اذا ما بشرب. اسمعي عفره، اسمعي شقره، قبل ما تربيني تربيت الكلاب السود، روحي ربي بنتك، طلعي لبرا. طلعي! طلعي! انا ظهري خشن، خشن. انا بعمل هيك؟ كنت مفكره لا. شو يعني كنتي مفكرة؟ هلا بطلتي مفكرة؟ لك بصراحة هيفاء هاي الرسالة خيلتني. بيته ولاد شوارع ما بيعملوا هيك، طيب لقيت فيها لهون. نعم امي. شو قصة هاي الخرابة؟ انو خرابة؟ يلي محطوطة بالرسالة، ليش مو حكيتي لي من الأول؟ لك يا عمي إذا بدي أحكي لك كل شيء كنتي جنيتي. العمى رحت لك حلقة انت عميتك، خرطت خرطة ما زبطت معي، لأني أنا ما بعرف شو قصة الخرابة، لازم تحكي لي بالتفصيل من الأول. قريلا ميسون، بركي بدك تصدق هي كمان. لك ما راح أصدق، أنت بنتي أنا مربيتك وبعرف شو عندي، بس لازم تحكي لي بالتفصيل مشان أقدر دافع عنك وليك. روحي قريلي الرسالة لشوف، يلا من الأول. حبيبتي الغالية جدا هيفاء، حبيبك المخلص ممتاز. مستحيل، هذا افتراء. اولا هيفاء بتحبه العجاج، ثانيا ما عندها طموحات، ثالثا ما لها مصلحة. طيب اللي كاتب هالرسالة من وين جايب هالحكي؟ مالك ملاحظ انه في معرفة بينه وبينه؟ واذا كان احتمال احدى صديقاتها عم تمزح معه او عم تنجر لخازو. شو مصلحة صديقتها لحتى تنجر لخازو؟ اسباب كثيرة، احتمال رفيتها مو مبسوطة بحياتها وشعرها بالحسد لأنه هيفاء مبسوطة. هيفاء مبسوطة؟ أكثر مني ومنك. شو العمل هلأ؟ هلأ بروح بحكي مع عجاج وبفهمه. أخي أنت ما تتدخل، ما بدي أسمعك بنو، ما بدي أسمعك بنو. لو مرتك اللي جايتها رسالة شو كنت عملها؟ ما كنت عملت معها شيء، أنا بثق في ميسون أكثر ما أثق بنفسي. ما
بكره بس تاكل الخازوق للتبشيمه بتقول عجاج قال. بلا حكي فاضي، قوم صالحه وانسى الموضوع يلا. انا بدي صالحها كمان؟ طبعا، مين زعلتني بالاول مو انت؟ لك انا ما زعلتك، انا طلعتك على الخالص. يا عجاج يا حبيبي يا روحي ما بصير، لازم تعطيها فرصه تدافع عن نفسها يا عجاج. بكره بس تجيها مرتك رساله من هالنوع وقف لها محامي، انا ماني هيك. انا ظهري خشن يا محكمه ميدانيه يا بلا. عجاج اسمعني اخي، ما بدي اسمعك. شو صار في البول؟ ما في فايده، ما عنده استعداد للنقاش ابنه. يعني خلاص كبلنا مي بارده. بتكبل اللي خلفه مي بارده. انا ما حد بدي اياه، انا بطلت عنه. ها شو هالحكي الفاضي؟ مالك سامع شو عم يعمل؟ حبيبتي لساته متأثر، بس يهدى بيغير رأيه. أنا لازم روح أحكي معه. لك إذا من نبيل ما سمع منك بده يسمع؟ عمرنا إن شاء الله ما يسمع، بس أنا ولي أمره ولازم نتدخل. تعجبني بس بتدب فيك النخوة، بس على طول بتجي متأخرة، ليش ما بعرف. لك يا أخي حلوا عني، بدكم تنفقوا بضاعتكم الكزدانة مو على حسابي. صد حلقك ولا قتلت حالك حتى اخذتها، مو ترجيناك حتى تاخذها. كنت مفكركم نوفتي طلعتوا بالي. يخرب بيتك. لا يخرب بيتك. تاني هتي بردتي، قول ما طلع معك شي ونقطلتها. عملك قتلتها. لك عملت له قتلي يعني؟ لك لا هذا ما بفهم عربي، عملك قتلته عن خالق. لك شو يعني؟ قتلته ومات ولا ايه؟ قتلته، طربته بالابري على راسه؟ بنص نافوخه. قولي امي، امي اتصلي بالاسعاف. لا تتصلي بالاسعاف، اتصلي بالشرطة مشان سلم حالي. الف حبل مشنقة ولا قولة ربال جبان يا عفرة.